أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره. الله. إن الله لقوي عزيز. ما شاء الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق وجهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.